أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم اكتب لنا صياما مقبولا متقبلا، نكون فيه مؤمنين محتسبين ممن قال فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن وسائل تحقيق هذا المستوى من الصيام لابد من ضبط أحكام الصيام، لأن الخطأ في العبادات ليس مقبول، ولا يعذر المرء بجهله في دار الإسلام. أسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم. كتاب الصيام في كتاب متن الغاية والتقريب ليس بطويل، ولكنه جميل. فنحن بعنا تقريبا مفروض 5 أسابيع مع هذا الأسبوع لرمضان، وحنخلي آخر أسبوع منهم الاختبار النهائي إن شاء الله تعالى، فحيكون عندنا بس 4 أسابيع إن أعطانا الله القوة والصحة والعافية جميعا إن شاء الله عز وجل. فنشرع وإياكم بهذا البدء. نحن بالمقابل عم نقرأ كتاب الصيام من وين؟ من كتاب الوجيز. فصار عندنا الوجيز، صار عندنا متن الغاية والتقريب، وعندنا نهار الأحد كمان بين المغرب والعشاء سلسلة كيف نستقبل رمضان إن شاء الله عز وجل. طيب، من يقرأ؟ ماذا عليك شيخ، جزاك الله خير. طيب ماهر تقرأ، يلا جيب الميكروفون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم اللهم أمين: كتاب الصوم. قلنا في درس الوجيز أنه لا فرق في اللغة في المعنى بين الصوم والصيام، إنما الفرق هو شو؟ اشتقاق لغوي. هذا أولا. ثانيا، متى فرض الصيام؟ السنة الثانية للهجرة، يعني تتخيل معي 13 سنة 13 سنة في مكة لا يصوم فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما؟ ليه ما نزل الأمر؟ ما الحكمة؟ واحد، تدرج. اثنين، أن البناء الإيماني مطلوب قبل التطبيق العملي. البناء الإيماني مطلوب قبل التطبيق العملي، هي أساس، هي قاعدة ومنهج في الحياة. قبل ما نستعد للقيام بالأعمال لابد من تدريب إيماني. شو فينا نعمل بأيامنا شيء مثل هالأمر؟ إنك أنت ما تنطر ليجي عليك رمضان فجأة ويبغتك بغتة، إنما البرامج اللي بنعملها بشعبان الإيمانية ما هي إلا تحضير للقلب قبل رمضان، كما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كل فترة مكة للصيام. طيب، شو حكم الصيام؟ بس أول شيء، شو الأحكام الخمسة؟ هذا حنجيله بدرس الأصول، بس هيك بدي دلني تذكروا أنه وياكم. شو الأحكام الخمسة اللي بمر عليها الفقه؟ فرض ومندوب، قبل مباح، قبل مكروه، حرام، بعيد، فرض ومندوب أو سنة ومباح ومكروه، حرام. إذا عكسنيهم تدرج: حرام، مكروه، مباح،
مندوب فرض. طيب الصيام تحت أي نوع من الأنواع الخمسة؟ هات لنشوف أول واحد ممكن يكون فرض رمضان. شو كمان غير رمضان؟ بعدني بالفرض. نذر، قضاء، كفارة اليمين، كفارة القتل، العمد، كل هولي فرض. شايف كيف؟ نفكر بس فرض بس رمضان خلصنا. مندوب، اثنين وخميس، أيام البيض، شو كمان؟ عرفة، عاشوراء، شو قلت؟ نصف شعبان إذا كان، شو حكم نصف شعبان؟ عوض تصوم شو؟ إذا عددته من الأيام الثلاثة البيض، مش أنت مسن أنك تصوم 13 14 15 فلا بأس، أما وحده لا. طيب وأمثلة كثيرة. مباح؟ لا ما في مباح، لا ما في كل صيام الوقت لك أجر فيه. المباح هو العادات، المباح مثلا أنه أنا أكون هلأ قاعد مش واقف، هي مباح. أفعال العادية اللي بنعملها ما قلنا عليها أجر، مباحات، بس الصيام ما بيندرج تحت المباح. المكروه صيام يوم الشك والوعد من حرمه، صيام يوم السبت وليس قبله وبعده شيء، يوم الأحد ليس بعده وقبله شيء، يوم الجمعة ليس قبله وبعده شيء، لا يوم العيد بينتقل للنوع الرابع. ها؟ شو كمان؟ صيام المريض ويكون الصيام يؤذيه، أذى مقبول مكروه. طيب حرام، أيام العيد الفطر، أيام عيد الأضحى، وأيام التشريق اللي هي فيها أيام عيد الأضحى، شو كمان؟ صيام الحائض، المرأة فيها تصوم، المرض أعرفه، المرض المميت أو المرض الذي يتحتم فيه زيادة المرض، الصيام الذي يتحتم فيه زيادة المرض، شو كمان؟ تمام؟ فإذا الصيام بيندرج من حكم لحكم، من فرض لا مندوب لا مكروه لا حرام. شو مقاصد الصيام؟ تحصيل التقوى، شو كمان؟ تهذيب النفس، ترك الشهوات، امتثال الأمر، تذكر الفقير، تعويد على الاستعداد للترك والنهي والأمر. يا رب بسم الله تفضل. وشرائط وجوب الصوم أربعة أشياء. شو يعني أول شيء شرط وجوب؟ أيوة، من الذي إذا توفرت فيه هذه الشروط صار الصيام في حقه واجبا؟ ما الفرق بين الشرائط والشروط؟ ها؟ شو مفرد شرائط؟ شريطة. وشو مفرد شروط؟ شرط. وشرائط الصيام يعني غالبا الشريطة بتكون للمؤنث والشرط للمذكر. شرائط وجوب الصيام أربعة أشياء. الإسلام، ما حكم صيام الكافر؟ لا عبرة له. خادمي عندك بالبيت سريلانكي، مسيحي، أثيوبي، اللي هي قالت أنا يعني هيك إكراما لكم فبدو صوم معكم، أوه ما شاء الله عنك، الله يتقبل. شو يتقبل؟ شو بس حبيبي؟ تقبل الله، يتقبل منك، فيش الله يتقبل، ما فيش، ليس بعد يعني الإسلام أو عدم الإسلام، ليس بعد عدم الإسلام طاعة. لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، لا يقبل منهم فرضا ولا نفلا. الكافر هذا بنسميه إمساك عن الطعام، ماشي؟ بس في عندنا حكم بيترتب على هذا الموضوع. الكافر هل يجب عليه القضاء؟ فمن أسلم يجب عليه قضاء؟
شو بنسميه هذا بالفقه؟ كافر أصلي، تاني تقليد. بارك الله فيك. تقليد عاد معه تقليد، لا صيني مش ياباني. كافر أصلي يعني هو ما كان مسلم وارتد، كافر أصلي ومرتد التاني مش تقليد. ماشي، بيجي بالامتحان النهائي أكمل الفراغ، الكفر نوعان، كفر أصلي وكفر حل تقليد، صفر مطرود من المعهد. طيب، فشو هو الكافر الأصلي الذي لم يرتد؟ طب ما حكمه؟ ما اللهم صل على سيدنا محمد، ما حكمه تارك الصيام للمرتد؟ أيوة، يجب عليه القضاء. واحد مسلم أم العياذ بالله كفر وراح على رمضان، فبنقول له أنت يجب عليك القضاء لأنك لست بكافر أصلي. أما الكافر الأصلي الإسلام يجب ما قبله. نعم، الإسلام والبلوغ. ما علامات البلوغ؟ ما البلوغ؟ البلوغ عند الذكر هو الاحتلام، وعند الأنثى نزول دم الحيض. لا بد أن يكون هذا ما فوق كم؟ 9 سنين هجرية، وما كان من ذلك دون 9 سنين هجرية فهو مرض. وإذا بلغ عمرا محددا ولم يحتلم ولم ينزل منها دم فتعتبر ويعتبر بالغا، وهذا العمر ما هو؟ 15 سنة. فإذا بلغ الذكر 15 سنة ولم يحتلم فحكمه أنه بالغ وعنده مرض يتعالج منه، كذلك هي عندها مرض تتعالج منه، ولكن حكمها أنها بالغة بعد 15 سنة. طيب، ما حكم صيام الصغير؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في ذلك حديث أنهم كانوا يهيئون دما من العهن فيضعونها بين يدي الأطفال فيأمرونهم بالصيام تمرينا وتدريبا، فإذا جاع الواحد منهم أكل ما في يده. ولذلك من السنة أن نعود الولد على صيام نصف النهار، يعني والله كافأك إذا صمت من الصبح للظهر، أو اليوم استراحة من الظهر لليل. هذا تدريب كان الصحابة يفعلونه، ويعني مندوب لأنه من باب التمرين والتدريب. وقياسا على الصلاة، علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7، كذلك دربوا أبنائكم على الصيام وهم أبناء 7. نعم، والعقل. شو يعني والعقل؟ بس مجنون، واحد فات بغيبوبة شهرين كامل، عمل حادث قبل رمضان وطلع من الحادث من الغيبوبة بعد العيد، فشو حكم شيخ أنا صيامي؟ شو حكم رمضان في حقي؟ شو بتقول له؟ ليس عليك صيام. لما؟ لأن العقل لم يكن موجودا، لأن العقل زال. تمام؟ نعم. لا، لأنه لم يجب في حقه. من الذي يقضي؟ لا، الذي يقضي الذي وجب عليه فلم يفعله، ولكن ما وجب عليه لأن عقله ليس موجودا. والقدرة على الصوم. والقدرة على الصوم يندرج تحتاشه المريض والمسافر متعب غير ذلك. فعدم القدرة على الصوم تسقط الصوم، بس شو بيعمل؟ بيقضي أو بيدفع كفارة؟ هذا بنحكي بتفاصيله فيما بعد إن شاء الله. نحن بنقول، احنا قلنا فيما سبق بيسأل السؤال إنه المسافر هل يصوم أم لا؟ قلنا أن الرخصة هي ليست على سبيل الإلزام، إنما هي على سبيل التخيير. يعني أنت ورايح على طرابلس فيك تجمع وتقصر وفيك ما تجمع وتقصر، وأنت مسافر لبرا لبنان فيك تفطر برمضان وفيك ما تفطر، على سبيل التخيير. طب بتقول لي شيخ أيهما أفضل؟ بقول لك حسب الحالة. من كان يجد في عبادته تعب فيسن له أن يأخذ بالرخصة وهو مأجور،
ومن لا يجد تعبا ولا حاجة لأن يفطر فلا يضع على نفسه عبء القضاء، لأنه لا يدري ماذا يحدث معه، فقد لا يستطيع القضاء، ولذلك الأفضل أن يصلي. نعم. وفرائض الصوم أربعة أشياء. طب شو معنى الصوم شرعا؟ اكتبوا هذا التعريف لأنه هذا مهم. هو إمساك مش عن الطعام، عن مفطر، لأن الطعام واحد من المفطرات، لكن ليس كل مفطر طعام، ممكن تفطر بشيء غير الطعام، فلذلك ليس فقط الإمساك عن الطعام. خطأ تعرف الصيام إمساك عن الطعام. المفطر أعطيني مثال عنه، طعام، شراب، استمناء، دخان، جماع، إدخال عين إلى جوف الإنسان، التقيؤ، مش القيء بغير عمد، تقيؤ عمدا، هذه كلها مفطرات. فعندما أمسك عن هذه المفطرات هذا اسمه الصيام، فهو إمساك عن مفطر. طيب ممكن أنا كم عم بعمل رجيم، أم قالوا لي بالرجيم أنه لازم من الساعة 5 الصبح للساعة 5 بالليل ما تأكل، بعد الساعة 5 بالليل بتأكل، أنا عملت إمساك عن مفطر، فهل اسمي صائم؟ لما؟ فإذا إمساك عن مفطر بنية. ما هي النية؟ لابد أن تكون مخصوصة، يعني لابد أن تخصص ما تنوي به، فتقول نويت أن أصوم نهار غد من أيام رمضان. طبعا الألفاظ ليس فيها ضبط معين، ليس بألفاظ معينة، إنما أنت تخصص ما تصوم، مش أريد أن أصوم يوما بالإطلاق، أصوم يوما فرضا لله تعالى، وهذا الفرض من أيام رمضان، وأنا عم صوم أداء أو قضاء؟ لا، عم صوم أداء، وإذا قضاء عم صوم قضاء، فإذا عم بتحدد. فإذا هو إمساك واحد، اثنين عم مفطر، ثلاثة بنية، أربعة تكون مخصوصة، خمسة جميع نهار، جميع نهار قابل للصوم. شو يعني قابل للصوم؟ يعني ممكن يكون نهار مش قابل للصوم، مثل شو؟ قلنا أيام العيد والتشريق، وجميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا حنتكلم عن هذا الأمر. ثم قلنا من مسلم شرط عاقل، اثنين طاهر من حيض ونفاس، مسلم وعاقل وطاهرة من حيض ونفاس، هذا تعريف الصيام بالعموم. أنتوا فيك هلا تعدوا لحالكم، إمساك عن مفطر بنية مخصوصة، جميع نهار قابل للصوم من مسلم وعاقل وطاهر من حيض أو نفاس. إذا فهمنا تعريف بيسهل علينا حفظه. النية والإمساك. الآن نتكلم عن فرائض. فرائض جمع فريضة، وفروض جمع فرض. شو الفرق بين الجموع؟ من مرة أحيانا يعني أشياء رسائل لغوية تحضيرا لمادة النحو، إن شاء الله جهزوا حاجن بعد العيد إن شاء الله. الفصل الثاني عندنا مادة اللغة العربية، مادة النحو مادة جميلة رائعة، تصير تقرأ القرآن أنت وضابط، تقرأ السنة أنت وضابط، تقرأ كتب أنت وضابط، فهيك حضروا أنفسكم لها إن شاء الله، مادة جميلة جدا. طيب نعم، لحسك خيفانك إعراب في إعراب حائبك. تعرف ليش بتحب الإعراب؟ مش بس أنت، لأنه طبعا هذا كلام بديش أروح وقت فيه، في منهج عالمي مدروس من يعني عشرات السنين لإخراج أساتذة لا يتقنون ولا يعرفون إيصال المعلومة إلى التلميذ في اللغة العربية،
فيخرج التلميذ مبغض للغة ومبغض للمادة وغير متعلم، لأنهم يعلمون أنه إذا خرج عندنا جيل لا يعرف اللغة العربية فهو لا يعرف شيء، والعكس صحيح. أنا أعرف مشايخ يعني بيني وبينه مودة قوية، هم قالوا لي أنه نحن حبينا الدين من وراء اللغة، أنه كان رايح يتعلم لغة عربية بالجامعة، قد ما اللغة العربية أثرت فيه أمرح الدين. فإذا مفتاح الدين اللغة العربية، فالباطل بيعرف هالشيء. فحطوا لنا أساتذة بالمدارس تكرهنا بمادة اللغة العربية وبالإعراب، فكنت إذا بتسمع مادة إعراب بثلاث مرات يغط قلبك، وهذا مقصود ودروس. لذلك بدنا نحاول نجمل هذه المادة بحيث أنه تصير بالنسبة لنا محببة وجميلة، وبالعكس إلى متعة. وشبهوا هذه المادة بخيمة من قصب، يعني بسيطة، بس بابه من حديد، إذا عرفت تدخل الباب يمشي الحال. طيب ضمن جلستك، بسم الله. النية. طيب إيش يعني ما حكم النية؟ أول شيء فرض، كيف تكون؟ أول شيء النية إلى أحكام. أول شيء هل أتلفظ بها أم لا؟ ها؟ تلفظ بها جائز، الجهر بها بدعة، وتحديد الألفاظ غير إلزامي. يعني ما فيك تقول لواحد شو قلت؟ قال بالعمية، قال لو تصوم نهار غد إن شاء الله من رمضان، وتلفظ فيها عشان بس هيك يضبط لفظه وفيك بالقلب. طبعا أصلا قيامك للسحور بهذا اليوم هو بحد ذاته نية. نعم. إذا أنا بعيد السؤال عشان يسمعوا النساء. واحد نوى القضاء، مر عليها أيام الدورة الشهرية برمضان، سبعة أيام فترة، فبتسني خلال السنة نوت تصوم يوم من أيام القضاء اللي عليها، ففاءت الصبح وبلشت الصيام، بالنهار جاعت، فما حكم الإفطار؟ لا يجوز، مثل أيام رمضان، وإذا فعلت يجب عليها القضاء مع التوبة. يعني لا، إذا كانت نافلة يجوز، بس عند السادة الأحناف إذا كانت نافلة وقطعتها فيجب عليها أن تقضيها. عند السادة الشافعية لا يجب عليها قضاؤها، إنما يجوز، وهو خلاف الأولى. الأولى أنه ما تعمل هيك حتى لا تصير العبادة لعبة بين أيدي الناس. تمام. حكم شو هو؟ عشان أعرف شو هو، عشان أعرف شو عم تجيب. كان عم بيسأل السيد يوسف، شو السؤال؟ هو هون سألتك، شو السؤال؟ ما حكم من أفطرت في قضاء رمضان؟ يعني هي كانت عم بتصوم برمضان وإجت الدورة الشهرية، فقامت فطرت، قامت بعد رمضان عم تقضي الأيام اللي عليها، هي وعم تقضي منها رجعت، قامت راحت حملت تفاحة وأكلتها، فشو حكم هذا الصيام؟ شو حكم ما حكم فعلها؟ فمنقول له حكمها أو فعلها حرام، لأنها يجب عليها أن تتم هذا الصوم. هلأ تحديد اليوم اللي بتقضي فيه على التخيير، أنت معك سنة كاملة نقي فيها اللي بدك إياه، مش على الفور، بس بمجرد ما أنك نويتي وبدأت بالصيام فلا يجوز لك أن تقطعي صيام. أما إذا كان الصيام نفل، حابة صوم تنين وخميس وجعني راسي وحسيت حالي تعباني مش قادرة، فطرت، خلاف الأولى تكملي، بس ما عليك شيء، بس الفرق بين الاثنين. لا مش بتواصل ست سبعة أيام، بتواصل هذا اليوم. يعني ممكن مر عليها سبعة أيام من رمضان تصومهم كل شهر يوم، بأسر. طبعا بنقول لها الأولى والأحسن، خاصة هلأ شايف هذا الشهر شعبان، بعد نطور بعد شيء أسبوع أسبوعين معش تهدى الأسئلة، شيخ علي كذا شو بعمل؟ ليه هلأ تحشين حاجة؟ كل هلأ معك من رمضان لرمضان، ليه هلأ بدك تقضيهم بعد اليوم وشو بعمله؟ عشان هيك نحن لازم نفهم أمهاتنا
ونسائنا وأخواتنا وبناتنا. اللي عليك لازم إذا كنت بي ترجع على البيت، شو يا بنتي حبيبتي صمت اللي عليك؟ إذا كنت زوج تسأل مرتك صمت اللي عليك خلصتيهم؟ لك مزبوط، شو لك مزبوط؟ بتبلش تصومي تلحقي حالك، تقعد تكبسهم كلهم سوا بسبعة ثمانة أيام وبتتعب فيهم وما بعرف شو بس. يعني نستفيد من جمال الإسلام. يعني أنا رأيي والله. طيب اسأل إن شاء الله نكمل، تفضل. من عليه قضاء من رمضان ثم توفى، على فكرة كلهم حجونها بس عشان تعرفوا احنا بعدنا بالأول، تسألوا أنتم أنه ما لسه ما سمعتوا الباب. فمن عليه قضاء ويجب ووجب عليه أن يصوم، ليس عليه إثم، ولكن يجب على الورثة أن يقضوا عنه، وقضاء والقضاء عنه إما بالصيام وإما بالكفارة. ولكن من لم يجب عليه القضاء، يعني فكان مريضا كل الفترة أو ما كان معه مال، كان فقيرا ما استطاع أن يدفع، ففي هذه الحالة لا يجب على الورثة أن يقضوا عنه. تمام؟ آخر سؤال أنه بدنا نكمل وبنخلي آخر اسمه، تفضل. ما بتزيد يوم، نفس الأيام عادي، بس بتقدر ترجع اليوم، هي فطرته ما عادش محسوب لهذا اليوم، ترجع بتقضي يوم تاني. طيب، فقلنا النية، النية قلنا وين مكانها وشو كيفيتها، وبده يحدد فيها أشياء. أول شيء بده يحدد بالنية إذا عم بصوم فرض أو نفل. اثنين، أداء أو قضاء. ثلاثة، تحديد نوع القضاء، نوع الصيام، رمضان، اثنين وخميس، عرفة، إلى آخره. أربعة، تحديد أي يوم، يوم غد. خمسة، عنه أو عن غيره، لأنه يجوز للورثة أن يصوموا عن أبيهم. ماشي؟ فإذا شفت النية شو تعمل؟ نرجع من عيد. أول شيء تحديد فرض أو نفل. اثنين، أداء أو قضاء. ثلاثة، نوع الصيام. أربعة، تحديد يوم الصيام. خمسة، عنه أو عن غيره. ماشي؟ هول كلهم بدوروا حول النية. لا، كلهم مع بعض، مش خمس مرات بينو يعني، بس عم نقول شو ثمرات النية، يعني شو فيك، شو بتحدد بالنية. طيب، والإمساك عن الأكل والشرب والجماع. طيب، الأكل والشرب، هل في حد معين للأكل والشرب؟ يعني مثلا ساندويش فرنجي ما بأثر، أما فلقة كبيرة لا، في حد؟ كيف لا؟ إذا كنت عم تتسوك ونزلت شعرة سواك وبتلعتها، شوف في فرق بين تبلع شيء عمدا وخطأ ونسيانا. ابتلاع شيء عمدا وإن قل يفطر وصاحبه يأثم. ابتلاع شيء خطأ صاحبه يفطر ولا يأثم. ابتلاع شيء نسيانا صاحبه شو يا عبد الله؟ وشو كمان؟ ولا يأثم. بالعكس، ممتاز، أحسنت. شو الضابط اللي بدنا نضبطه؟ بدي اياكم تفرقوا ما بين الخطأ والنسيان. مين بيعطيني مثال على الخطأ؟ أحسنت، أنا بتمضمض أم ابتلعت، شو حكم هذا اليوم؟ أفطرت بس ما بأكل، أمسك وأقضي هذا اليوم. إذا كان متقصد بدي أوي شوية ضربة عشان يفوتوا شوية مي لأني عطشان، يلا الله معك، راحت عليك.
تعملها مبيع عليك انت ملاعب انت وصغير. فاذا من افطر عمدا، من ابتلع عمدا، من اكل عمدا، من شرب عمدا، افطر وعليه اثم، ومن ابتلع شيئا خطا افطر ولا ياثم، وان ابتلع شيئا ناسيا لا يفطر ولا ياثم. طيب شو بيترتب عليه؟ حسب كيف افطر. اذا افطر باكل وشرب وعمدا يترتب عليه توبه مع قضاء يوم. اذا افطر بجماع، هلا بتشوفوا البلوي، صيام شهرين متتابعين 60 يوم يا مسكين، ها؟ وإذا بيفطر يوم 59 بده يعد 60، فما بنصح حدا يتزوج برمضان. نعم يلا. والجماع وتعمد القيء. تعمد القيء، شو الفرق بين تعمد القيء والقيء العادي؟ أيوة نعم، يعني هو قلبت معدته أم استفرغ، فما بنقول له أفطرت. يعني إن لم يرجع عمدا شيئا إلى الداخل، هذه مسألة مهمة، إن لم يرجع شيئا إلى الداخل عمدا. أما إذا تعمد القيء إن هو حط إيده استفرغ، فلو لم يرجع شيئا إلى الباطن فهذا يفطر. عم يسحب بنزين أم شفط بنزينات فتينا محرم يا مولانا. هذا اسمه يعني ما هو أصلا أفطر، هو قبل ما يتقيأ هو أفطر، على قضاء ما عليه إثم، لأن هو أصلا تقيأ، هو عفوا ابتلع شيء عمدا، فهو يعني أفطر قبل أن يتقيأ. لا مش عمدا، هو ما يقصد ال لا قلنا يمسك الطعام بضل صايم بس بعيد. نعم. والذي يفطر به الصائم 10 أشياء. أيوة، هلا بدنا نحكي بالتفصيل شو الأشياء اللي بيفطر فيها الصائم. السباحة أنواع، يعني إذا يعني أراد التبرد رايح النهر ليحط جسمه بهالمي كان الطقس حامي وهو لم يتعمد أن يغطس ويشك وما بعرف شو، فهذا لا شيء عليه، وإذا دخل شيء خطأ أن يمسك بقية اليوم ويعيد. أما من لم يجعل لذلك حدا وقعد يشك وينطنط ويغطس فهذا قطعا سيدخل، فهذا يأثم. شنك المسألة مش على الإطلاق، مش كل سابح متعمد ولا كل سابح مخطئ، بيختلف نوعية السباحة. لا نضبط الشافعي وحدادنا إن شاء الله قبل ما نوصل لبعض المذاهب. بلا لك السؤال اللي بعده. نعم نعم يا عمي، شو قصدكم بالأسئلة؟ إذا أفطر خطأ خلص، أنا رأيي لا عن جد أنه وصلنا 3/4 ساعة، حنوقف هون بس أخذ أسئلة منكم والأسبوع القادم بنكمل إن شاء الله تعالى. اسأل شو تفضل. إيه إذا أفطر خطأ، اسمعوا السؤال، إحنا ما خلصنا الدرس فتح باب الأسئلة، أنا مش لنتحدث شباب بعدنا بالحصة لو سمحتوا. إذا أفطر خطأ يأثم، يعني ما حكم الإمساك؟ سمعت سؤال، ما حكم الإمساك بقية اليوم؟ واجب، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم ويجب عليه القضاء. تمام تفضل. سؤال كتير مهم، في ناس بتتشدد بنهار رمضان وما بتتمضمض بالوضوء وبتمسح بس شفايفي، هذا بينطبق عليه إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ولكني أصوم وأفطر،
أتقى مني ومنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتمضمض. فنحن ما نتنطع في الدين، اللي منعنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام نمتنع عنه، واللي أمرنا فيه نقوم به. قال ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه أو فأتوا منه ما استطعتم ما أمرتكم به. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة، قال أن والمضمضة والاستنشاق والمبالغة بالمضمضة والاستنشاق ما لم يكن صائما. يعني ما هو الممنوع في نهار رمضان؟ المبالغة مش المضمضة. المبالغة في المضمضة هي الممنوعة، ولكن أصل المضمضة صحيحة بل مندوبة، والمضمضة مش غرغرة. المضمضة يعني إبرام الماء في الفم ثم إخراجه، ولكن الغرغرة اللي هي فيها مبالغة في المضمضة هذه الممنوعة. سؤال مهم بقول السائل، خليها بالمجهول، من أفطر في نهار رمضان على الجماع ولم يكن عالما بالحكم وكان عاصي، هو عالم بالحكم ولا غير عالم؟ كان عالم بالحكم. إذا كان غير عالم فشوف في عندكم قاعدة حاولكم إياها احفظوها. القاعدة بتقول الأحكام الشرعية نوعين، أحكام معلومة من الدين بالضرورة وأحكام غير معلومة من الدين بالضرورة. إيش الفرق بين الاثنين؟ المعلوم من الدين بالضرورة إذا أنت خالفته ما إلك عذر، وغير المعلوم من الدين بالضرورة إذا أنت خالفته معذور. الإفطار في رمضان على الطعام والشراب كفارته قضاء يوم واحد من المعلومة الدين بالضرورة، بس كفارة الصيام شهرين متتابعين لمن أفطر على الجماع غير معلومة الدين بالضرورة. لذلك والله تعالى أعلم حسب ما أذكر، يعني إن لم أكن مخطئ، أنه لا شيء عليه وعليه أن يتعلم طبعا. وين الصعوبة؟ الصعوبة إذا كان عالما بذلك، إذا كان يعلم ذلك وأصر على ذلك. فالأصل أنه يجب عليه أن يعني يقضي. هل يقضي يعني كل مرة شهرين أم لا؟ قد تجد بعض الآراء في المذاهب الفقهية قد يفتي له المفتي لحالة خاصة له أن يقضي مرة واحدة عما مضى، هذه بتجي حالة خاصة. بس أنا عم بأصل قاعدة، إذا كان لا يعلم فلا شيء عليه، وإذا كان يعلم فعليه القضاء. لا، من أفطر على غير الجماع فيعني يقضي يوما، وإذا فعل أي شيء بعد ذلك فلا شيء عليه. نعم. عفوا، شو صار فيه؟ شو حكمه؟ طبعا شربوا معه عشان ما يموت، شو تخليه صايم عشان بيموت؟ نعم. طبعا لا شيء عليه، خلاص ما في شيء، بس مرض وبيقضي، فعدة من أيام أخرى. نعم. هذا زنديق. من هو الزنديق؟ هو التي يتهرب من الدين، سافر عمدا عشان يفطر. يعني في ناس تعمل هيك. نعم. 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 نبدأ من السؤال الثاني. لا يجوز للمرأة أن تصوم صوم نفل بلا إذن زوجها، وإذا أذن لها بذلك ثم أراد أن تفطر فيجوز له. والأمر بيختلف من حالة إلى حالة، يعني حسب الأمر الذي هو عليه.
والأولى أن يتركها، يعني لأنه الأصل الإنسان أن يقدم الدين على شهوته، هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بتعريف الجماع، المقصود بالجماع ليس الاستمناء، تمام؟ الاستمناء حكمه حكم من أفطر بأكل أو شرب، إنما الجماع الذي عليه حد الزنا، وحد الزنا هو كما عرفه الفقهاء التقاء الختانين، والختانان هما المكان الذي يختن فيه الذكر وتختن فيه المرأة إن كانت تختن كما في بعض البلاد، فإذا حدث ذلك التقاء الختانين ولو لمرة واحدة فوجب القضاء ولو لم يحدث الإنزال. يعني بتفصيل، يظن البعض أن الأمر يعني مربوط بالإنزال، لا، بمجرد التقاء الختانين حدث الحرام، وإذا حدث الحرام وجب القضاء مع الكفارة، كفارة هذا الفعل صيام شهرين متتابعين، تمام؟ ولكن ليس الاستمناء، الاستمناء بذاته حرام وحكمه القضاء يوما واحدا مع التوبة. نعم، مش للاستمناء، للجماع. نعم، حتاخذوا كل كتاب الفقه هلا تبع الصيام هلا اليوم على حسب الجلسة، كلهم هلا حمر عليهم. نعم، ايه، إذا أفطر خطأ فأمسك ثم يأثم وليس عليه كفارة. إذا مفطر بسبب مرض فجامع فأكل أو شرب لا شيء عليه، ولكن المرض الذي يجوز لك أن تفطر فيه بده يكون طبيب مسلم ثقة قال لك يجب عليك أن تفطر، مش راسع مجاني. نعم، لا شيء. الرجل أو المرأة إذا احتلم أو احتلمت في نهار رمضان فلا شيء عليه، عليه أن يغتسل بس ولا يعني يترك صومه. آخر سؤالين باثنين، آخر سؤال. سؤال مهم، هيك إذا مسألوا أسئلة محترمة. ما حكم من ترك صيام رمضان سنوات ماضية؟ إذا كان قد تركها جحودا فقد كفر، وإذا كان قد تركها كسلا فعليه أن يتوب وعليه أن يقضي. كم يقضي؟ كما قلنا في الصلاة، إذا ما بعرف إذا حكينا عن الصلاة ولا لا. طب كم شيخ؟ أقدر، أنا عمري 20 سنة، بلغت ابن 14 سنة، عندي 6 سنين، 6 بـ30 180، فأنا ببلش أحسب إذا صمت 2 وخميس لمدة إديش بدي لخلص لمدة 2 سنين مثلا، يعني 2 × 52 أسبوع هاي 104، في عندي 180 يوم، يعني بدي 1.5 سنة، فبنوي سنة 2022 كلها بدي صوم فيها 2 وخميس قضاء لما فاتني من أيام، على سبيل المثال بقدر الله تقدير. طب مش مذكر قديش بتقدر؟ والله غفور رحيم. نعم طبعا، إذا كان أصل المسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.